هنأ معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب معالي السيد محمد احمد اليماحي بانتخابه رئيسا للبرلمان العربي واعرب معالي رئيس مجلس النواب عن خالص التهاني واطيب التبريكات لليماحي مشيرا الى ان انتخابه رئيسا للبرلمان العربي يعكس الثقه التي نالها من زملائه لما يتمتع به من خبره وكفاءه واسهامات على المستوى البرلماني الاماراتي والعربي مؤكدا معاليه دعم مجلس النواب بمملكه البحرين وحرصه على تعزيز التعاون الفاعل مع البرلمان العربي تحقيقا لاهداف البرلمان العربي والعمل المشترك وتعزيز الدبلوماسيه البرلمانيه العربيه في المحافل الاقليميه والدوليه